Sexiest androids. سنعود بعد قليل. حاسس كأن حد بيلعب بشنيور في نافوخي بالضبط. متأكد انه هو ده المكان؟ ده العنوان اللي موجود في المحضر. ماشي. طب يلا بينا. يا ربي. اتبع هانك. اوكي. أكثر أندرويد مثيرة في البلد. فهمت أنت مصمم تيجي هنا ليه؟ مراهق. أهلا في منحائنا. اللي عمره أقل من 18 سنة يا شباب يطلع. هلا والله. تبغوا واحد يا شباب؟ كونر انت بتعمل ايه؟ انا كنت انا جاي يا فندم. ولا خمسة اللي يبغى ستة هذا المفروض اعطيه باند على طول. اللي يبغى ستة واثنين ثلاثة طيب يلا ما في مشكلة. تعال اللي يبغى ستة اللي يبغى كلهم ما يقدرش ياكل على اي حاجة. هلا والله. اسمع ازيك يا بن ايه الاخبار؟ انت ايش جابك هنا؟ الاوضة اللي هناك دي. بالمناسبة جافن هناك برضو. هايل. عندنا جثة واحد متخلف ضل ناقص. عندنا جثة واحد متخلف. أندرسون وحيوانه البلاستيكي الأليف، أنتوا بتهببوا إيه هنا؟ إحنا مكلفين بكل القضايا اللي تخص الأندرويد. بجد؟ أنت بتضيع وقتك. مجرد منحرف جات له كمية شغل أكتر من طاقته. نحب نبص على أي حال لو ما عندكش مانع. خلينا نمشي. ده ريحة الخمرة جامدة قوي هنا. تصبح على خير يا ملازم. أول شيء خلينا نشوف المرحومة. تحليل. إيه ده؟ كونر انت مقرف جدا. اظن هرجع تاني. اوكي دم ازرق. جاري التشخيص. تالفة بشدة. كان عندكم كل شيء. Choose your fantasy. ودرجة الحرارة وكل شيء ونوع الشراب. ما يجي المشروع هذا قريب. أشوف إيش فيك أنت يا لوسخ. سكتة قلبية. العلامات لحدوث نوبات. سبب الوفاة ليس أزمة قلبية. ها اوكي. Let's see. مايكل جرام الساعة 6:30 تقريبا توفى 6:25. 6.2 قصدي. في كيكي. رضوض شديدة. علامات على الاختناق. سبب الوفاة اختناق. يمكن كان الفانتسي حقه كذا يعني. خنقة الضحية. يمكن هو ينبسط بالكذا يعني وبالغلط صار الموضوع. هو ما ماتش بأزمة قلبية. ده تعرض للخنق. أيوة شفت الكدمة اللي على رقبته.
بس إذا ما يثبتش حاجة يمكن كان بيتشائم. كان بإيش؟ بيتشائم؟ رخصة القيادة باسم مايكل جراهام، بطاقة ائتمان وفلوس في المحفظة. الطريقة الوحيدة علشان ندخل لذاكرتها هي إعادة تشغيلها. تقدر تعملها؟ دي متدمرة تماما. لو قدرت فده هيبقى دقيقة واحدة يمكن أقل. أتمنى إنها هتبقى كفاية عشان نعرف حاجة. هدية الغالية، المتبقي دقيقة واحدة. تهدئة. اهدي. ايه اول حاجة اهدي. كل حاجة تمام. عشان تعرف تجاوب. احنا عاوزين نعرف بس اللي حصل. هو كده؟ هو كده ميت؟ حقائق. قوليلي ايه اللي حصل؟ كان بدأ يضربني. ايوه. تاني وتالت. انت قتلتيه؟ لا لا، ما عملتش كده. كنت في الاوضه لوحدك؟ كان في حد معاكي هنا؟ كان عايز يلعب مع بنتين. هو قال كده في اتنين مننا. الاندرويد دي كانت من انهي موديل؟ كانت شبهك مثلا؟ يبغى يلعب مع بنتين. يعني كانت في اندرويد تانية؟ اعطيتك التفاصيل. حصل من اكتر من ساعه، اكيد هي بعدت. لا، بلبسها ده مش هينفع تخرج من غير ما حد ياخد باله. جايز تكون لسه هنا. تفتكر ممكن نلاقي متحول من كل الاندرويد اللي في المكان؟ مش سهل رصد المتحولين. اه يا خبر، اكيد في طريقه تانية. جايز نلاقي شاهد، حد شافها وهي خارجه من الاوضه. انا هروح اسال المدير كم سؤال عن اللي شافه، وبقول لي لو افتكرت اي حاجه. بحث عن شهود اندرويد عيان. اوكي. كنت تعرف القتيل؟ لا. هذا يا اخي انزل انت، احترم نفسك. الناس دول ما بيكلموش كتير، انت فاهم؟ بيدخلوا بيعملوا شغل وبعدين يمشوا. قابلت اي مشاكل قبل كده؟ حاجه لبصمات بشريه. مستحيل. مره ضيعنا نموذج من شهرين ثلاثه. اختمحت يا حضره الملازم، ممكن لحظه؟ لقيت حاجه؟ جايز. تقدر تأجر تريسي؟ بلاش عبط يا كونر، عندنا حاجات مهمة نعملها. أرجوك يا فندم، صدق فيا. $29؟ $30 من جدكم؟ وات؟ مرحبا، دقيقة 30 دقيقة حوالي $30. بالرغم أكيد المصاريف دي هتبهدل لي الميزانية خالص. تم تأكيد الشراء. ملها إذن يتمنى لكم تجربة. ما أعرف، بس أحس رخيص جدا صراحة. فرصة سعيدة جدا. هلا والله. اتفضل، أنا هوديك أوضتك. لا ما نبغي. ماشي، وبعدين؟ حنلحقها بعدين. إيش اللي قول يا كونر، ايه اللي انت بتعمله؟ اوه هلا والله. ايش؟ تريسي زرقاء الشعر تتجه نحو المدخل. خلاص كده اوكي. دي شافت حاجة. تتكلم عن ايه؟ عاوز ايه؟ متحول خرج من الأوضة. تريسي اللي شعرها أزرق. سياسة المكان إنها تمسح ذاكرة الأندرويد كل ساعتين. ما قدامناش غير كام دقيقة لو عاوزين نلاقي شاهد. ثانية أول. خلينا نشوف ده. يا ريت يطلع يسني.
معايا اللي في راسك انت؟ اوه دقيقة. العودة إلى الملهى. يا شايف التريس اللي شعرها أزرق، عرفت مشيت منين؟ طب يلا اجري وراها. في أندرويد في كل مكان، هتعرف إزاي من فيهم اللي شاف تريسي اللي شعرها أزرق؟ عرفت هي راحت من أنهي طريق، ومحتاجة ليا أندرويد تاني كان في طريقها. هذه. ذهبت إلى الغرفة الحمراء، أوكي. الغرفة الحمراء يا شباب، الغرفة الحمراء يا شباب. امشي الغرفة الحمراء. خلي الغرفة الحمراء أنا أشوف كلها رجال. إي ما يصير كذا. يلا تعال أنت. ما شفت شيء. اشتبه به بعيد عن الأنظار حق الأندرويد. أنا فقدت أثرها تاني. تعال افتح لنا الخال هذا. يا عمي خالي جالس يسوي فيك العسكري هذا. ما شفت أي حاجة. أنا أكيد غلطت في شيء. غالباً ده يعتبر أغلى تحية عملته في حياتي المهنية كلها. أوكي. ذهبت إلى الغرفة الزرقاء. مشينا الغرفة الزرقاء. إن شاء الله الغرفة الزرقاء شيء مكان مختلف عن الغرفة الحمراء. الغرفة الحمراء نكبنا فيها. تعال افتح هذا الرجال. لا هذا كان مشغول وقتها. ما شافش اي حاجة. انا اكيد غلطت في شيء. ولا حاجة. تريس اللي شعرها أزرق ما عدتش من هنا. تعالي انتي. لا أنا فقدت أثرها تاني. كم باقي؟ أوه نو. ما يتكلم هذا؟ مشكلة ما في إلا اثنين هنا في ال... بس ما في طريق ثاني غير هنا. طلع لنا الغالي هذه دقيقة. مشغولة هذه كانت. ما شافش أي حاجة. أنا أكيد غلطت في شيء. أنت طيب. لا أنا فقدت أثرها تاني. صرفت الفلوس دي كلها وبرضو لسه مش مبسوط. صورها هذا. ايه ما يصحش ولا حاجة. تريس اللي شعرها ازرق ما عدتش من هنا. انا مضيع. ما شافش اي حاجة. انا اكيد غلطت في شيء. غالبا ده يعتبر اغلى تحية عملته في حياتي المهنية كلها. هذه الغرفة الحمراء، بعدين راحت الغرفة الزرقاء صح؟ هنا أنا وقفت.
اوه في 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 نفرات هنا، في نفرات هنا، فكرت ما في. بسرعه بسرعه يا اخي، عشان كذا الكاميرا انا ما احب نوعيه الكاميرا هذه. اوكي هذه يا اخي عطني فول كنترول على الكاميرا، ما اعرف ايش المشكله في هذه الحركه يا اخي. لقد غادرت الغرفه. شوت هذه مش هي اللي مرت قدام الحين؟ اي 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 هربت عبر باب الموظفين. اوكي عرفتي مشيت ازاي، يلا بينا. يا دماغي ده كده بقى جنان والله. فلسنا هانك، هانك فلس يا شباب وما انبسط المشكلة. انا اللي هشوف الموضوع. عن متغير لون الأزرق. تعرف اتأخرنا. يروح يا أخي، أعطاني كاميرا كذا من البداية كان. يا خبر، بص عليهم، بتستخدم لحد ما تتكسر وبعدين تترمي. مش وقت المجلة والله. دقيقة، ما في وقت الحين. اوه دقيقة، في دم. بعدين وين راح الدم؟ هنا. ايوه البشر خلاص اتجننوا. هذه هذه هذه، محدش بيفكر في العلاقة. اي يا بنت عيب، اثبتي مكانك. جلد، لا عيب عليك يا كونر، لا عيب كذا. ياي ياي، او لا لا. اح عيب، ما فيني شيء اصلا هنا، هو ما في شيء، مو انا ما فيني شيء. جلسة تجلد هنا. اسقاط ارض. رمي، خذي هذا. قوم
ايادي بعض بعد. بسرعة دول بيهربوا. ما تروحي ما تروحي ما تروحي انت وياه. واحدة منكم تجلس. يا كبير. لما الراجل قتل تريسي التانية عرفت ان انا اللي جاية. كنت خايفة جدا، اترجيته انه يوقف بس مرضيش، وعشان كده حطيت ايدي على رقبته وضغطت عليها لحد ما بطل يتحرك. انا ما كانش قصدي ان اقتله، انا بس كنت عايزة افضل عايشة وارجع تاني لزميلتي، علشان لما بنبقى مع بعض انا وهي بننسى كل حاجه عن البشر، بننسى ريحه عرقهم وكلامهم القذر. يلا علشان نروح. جايز كده أحسن. ما حبيت أقتلها أنا عشان يعني لو